قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمدان اليوم بزيارة فجائية لتفقد نقاط البيع الخاصة بشهر رمضان بباب الواد بالعاصمة، حيث استمع الوزير لكل انشغالات المواطنين، كما أكد لتلفزيون النهار عن استمرار تموين الأسواق بمختلف المنتجات الفلاحية واستقرار الأسعار بداية من الأسبوع الثاني من شهر رمضان التغطية لعاد الغضبان. 500 دينار برا. لا سبيكولاسيون هذه حتى ولو فيه بعض الاسباب وربما تقنيه ولا وربما مناخيه كما اللي فات الويكاند هذا، ولكن هذا ما يعنيش البطاطا بعض المواد تلحق الاسعار اللي عرفتها. لهذا الشيء اللي دخلت وزاره الفلاحه بلي ستوك تاعنا هذو، وحنا كنا مبرمجين هذا وقلناها باللي في شهر لو يكون فيه تذبذب في السوق وننترفيان بور ايكيليبري السوق. هذا في ماده البطاطا اليوم، في ماده واحده اخرى ولا في ماده اللحوم البيضاء، هذا ما نديروها على الايام هذه، وان شاء الله هذه بعض ايام من الاسبوع نهايه الاسبوع ولا الاسبوع الجاي ان شاء الله. انا متيقن باللي المارشي فاسو ستابيليزي، لي برودوي يدخلوا، لي برودوي دو سيزون يبداو. وفي ذات السياق أكد الوزير عبد الحميد حمداني لتلفزيون النهار أن الحكومة عازمة وستعمل على كسر ومحاربة المضاربة التي تعرفها الأسواق مؤخرا. هذه المضاربة هذه لازم كل واحد في مستوى اللي كان يحاربها. يحاربها، ما لازمش تندار على حساب المواطن وعلى حساب السوق. وإحنا الدولة وعلى وزارة الفلاحة واقفين، وعندنا لي ستوك دي ريغولاسيون مع لي جروب تاعنا، هذا الجروب تاع جيفا برو ولا لي جروب واحد اخرين لوني لاف، وعندنا 500 نقطة بيع، ونطلب من المواطنين يقدروا يدخلوا في اللوحة هذه ولا يجوا لهنا ياخذوا المواد نتاعهم.